مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات بالمغرب للنواب المحترمين رحول هيلع عبد الحميد المرنيسي مبارك عفيري فوزي الشعبي أحمد عموري مصطفى الغزوي محمد أطالب الحسين بالقطو وعائشة القرش من فريق تحالف قوى التقدمية الديمقراطية. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيد الوزير، سادة الوزراء، سادة وسيدة النواب، النائبات. احتل المغرب المرتبة 128 على 181 في تقرير أداء الأعمال الصادر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وإذ نسجل إيجابية مضامين هذا التقرير وحديثه عن المجهودات التي تبذلها بلادنا في توفير جو ملائم من الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بسياسة توفير القروض ودفع الرسوم والضرائب والتجارة العابرة للقارات، وهي الإجراءات التي مكنتنا من تقدم درجة واحدة بعد أن احتلت بلادنا المرتبة 129 في التقرير السابق، إلا أن ذات التقرير يتحدث عن مجموعة من الإجراءات التي لم تطلها أي إصلاحات من قبيل شروط وظروف تخليق المقاولات وتأهيلها وإدماج العاملين ونقل الملكية وحماية المستثمرين وتنفيذ العقود، وهي كلها إجراءات ترتبط بشروط الشفافية والنزاهة التي يجب انكباب على استسبابها في الحياة العامة بمزيد من الحزم والجدية. وعليه نوجهه لكم السيد الوزير الأسئلة التالية: ما هي قراءتكم لمضامين تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال في شقه المتعلق بالمغرب؟ ما هي الإجراءات والتدابير التي تعملون على بلورتها لتقوية مناخ الأعمال وتقوية تنافسية جلب الاستثمارات نحو المغرب؟ وشكرا. السيد الوزير. السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. هو حقيقة احنا تنتبعوا بكل اهتمام هذا الترتيب هذا، وذاك الترتيب نتاع 129 ماشي مرضي، وفي نظرنا مع المرأة ما زعماكم يعبرش على الحقيقة اللي كاينة في بعض القطاعات، ولكن عموما خصنا لابد يكون التحسين نتاع الترتيب هذا. ولهذا احنا تعمقنا في هذا الترتيب هذا، وشنو لاحظنا؟ لاحظنا بأن أولا هي مدينة الدار البيضاء هي التي تؤخذ كمعيار، فقلنا بأن لابد خصنا نشتغلوا في الجهة نتاع الدار البيضاء ونفهموا هذا الترتيب هذا مبني على شنو هما المعايير ديالو. ولهذا كان تخلقات واحد اللجنه جهويه يترأسها السيد الوالي، وكونات ثلاثه نتاع اللجينات. اللجينه الاولى تشتغل في خلق المقاولات، تشوف شنو خلق المقاولات. اللجينه الثانيه هي التبرئه الضريبيه، واللجينه الثالثه هو رخص البناء. هادو هما النقاط نتاع الضعف اللي عندنا اللي جاو من الترتيب. هاد اللجنه هذه عاد تقدمنا اقتراحات، اما الاقتراحات ولا مقترحات ما تيطلبوش واحد التعديل تاع القانون، وداك الساعات عاد يطبقوا في هذه السنه هذه 2009، ولا بعض المرات يطلبوا تعديل تاع القانون. كمثال اللي خدينا تونس شنو دارت؟ خدات داك الشركات اللي عندها محدوده المسؤوليه لاي اس اي غيل، وزولات داك الحد الادنى نتاع راس المال. دابا اليوم حنا تنخلص خصنا يكون الحد الادنى 10000 درهم، هما عملوا زيرو، عملوا صفر. منين عملوا هذاك الاجراء هذو ربحوا 30 تاع المراتب في هذا الترتيب هذا. فاحنا هذه الفكره اللي عندنا. ثالثا اللي درنا هو طلبنا من ذاك البنك الدولي باش يمولوا واحد الخبراء اللي عاد يواكبونا باش نشوفوا شنو هما ذاك كيفاش البلدان الاخرى نجحوا في التحسين تاع الترتيب هذا، وحنا خدامين في هذا النطاق هذا. رابعا كاين تحسيس نتاع المشاركين فهاد التقييم هذا، حيت بعض المرات عندنا مشتركين كرجال نتاع كمحامون وداك الشيء، ولكن ما عارفينش هما داك الاجراءات كلهم يتخذوا، فكاين التحسيس نتاعو. خامسا كاين تخفيض نتاع الضريبه على الشركات اللي عاد تساعدنا. سادسا تبسيط المساطر في الاستيراد والتصدير، فعندنا واحد المشروع مهم باش يدوزوا هاد المساطر في الاستيراد ولا التصدير، عيدوزوا على طريقه شبكه الانترنت، دونك سي داك الاداره الرقميه،
وهذا المشروع هذا احنا في انجازه. واخيرا كاين تخفيض نتاع الكلفه على براءه الاختراع حتى هو غادي يساعدنا، ولكن تنظن بان كاين داك الاجراءات اللي هضرت عليهم اولا هما اللي غادي يساعدونا اكثر. شكرا. شكرا. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تنظن على انه المجهود اللي تقوم به الحكومه هو مجهود جبار، وعلى انه غادي نوصلوا ان شاء الله في اخر المطاف للنتيجه اللي باغينها جميع المغاربه، هو خلق فرص الشغل. فلهذا حدث السؤال ديالنا غادي ياخذ واحد البعد ديال التشغيل، ولكن بدون تنفيذ الاحكام صادره باسم صاحب الجلاله في واحد العداد ديال المحافل ما غادي يمكن شاي نجلبوا الثقه ديال المستثمرين، لا الاجانب ولا الوطنيين. فلهذا خص نشوفوا كيفاش نحلوا واحد هذا الجانب هذا بالنسبه للجماعات المحليه، بالنسبه لواحد العدد ديال الوزارات اللي ما تتنفذش الاحكام ديالها، المؤسسات العموميه عامه. فلهذا خص هذا الاتجاه هذا نمشيو له. بالنسبه لرخص البناء خص نحلوا الاشكاليه ديال التعقيد ديالها لانها معقده. اعاده النظر في قانون التعمير هو واجب. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس.